الذاكرة الجماعية. تشير الذاكرة الجماعية إلى التمثيلات التي تشترك فيها المجموعات من ماضيها. مصطلح الذاكرة الجماعية تشير إلى تعين كلية نفسية فرديات، أي الذاكرات لمجموعة مثل عائلات أو أمات. العمل على الذاكرة الجماعيات التي أطلقها موريس هولبوك مع كتاب الأطر الجماعيات الذاكرات التي نشرت في عام 1925. وقد أعطى هولبوك في عمله مفهوم الذاكرة الجماعيات إلى على الأقل معنين مختصين يمكن أن يعود تضيرهما إلى العمل الهالي. أكبر الباحثين على الذاكرة الجماعيات هما موريس هولبوك، روجر باستيد وبيير نورا. أن الذاكرة الجماعيات لأمة ممثلة في نسب ذكرياتي، إنما تقترح الأمة تذكير أم لا هو أحد مشيرة ما يسمى عادة بذاكرة جماعيات. بعد العمل على الذاكرة الجماعية والأطر الجماعات لذاكرة من موريس هولبوك، أماكن الذاكرة من بيير نورا، والإثنو إستوار من النغرو البرازيلي من روجر باستيد.